عرفنا براسك. يا معكم محسن عرفي AKA ليبرمان ارتيست رابور مدينة مكناس. هادشي اللي كاين. زيد ديك اللي منيا نقول كنقسم ان اي سؤال غنجاوب عليه بصراحه. لا والله تنقول لك الحقيقه خويا والله ما نكذب عليك. اكبر مشكله عندك. اكبر مشكله اخويا نبقاو نقولوها ديما هو السيبورت اخويا ما كاينش. المشكل اللي عندك في السوشيال ميديا. المشكل اللي طرا من بعد ما حطينا الانترفيو. شوف اخويا اش نقول لك المشكل اللي طرا اخويا من بعد الانترفيو حنا قلنا الحقيقه اللي كاينه شي ناس ما عجباتهمش الهضره. المهم الهضره ديال بصح كتجرح بنادم ما كتعجبوش. دونك الهضره ديال الحقيقه هي اللي ما عجبتش بنادم. كتكذب عليا؟ لا والله ما كنكذب عليك. امتى اخر مره كذبتي؟ اخر غير البارح. اخر كذب. على من؟ على الساطا اخويا. واش كتنافق؟ لا ما نافقش اخويا انا شي رابور. بنادم كيعجبني كنبارطاجي ما كيعجبنيش ما كنبارطاجيش. كاين شي واحد يستاهل؟ كاينين بزاف. كاينين اخويا اللي طالون في الكناس. كاينين الدراري كاينه شي كلمه من غير ديك الكلمه اللي راك سمعها. كاينين بزاف اخويا وانا كيف ما قلت لك السيبورت ما كاينش. اجي انت كتحقد؟ لا الحقد ما كاينش اخويا ما عمرك كتحقد على شي واحد ما لا الحقد ما كاينش ما نحقدش عليه اخويا الله يسهل على كل واحد. حياتك كلها في كلمه واحده. صعيبه كلمه واحده. صعيبه اخويا شويه. انا الاقوى. فايت دخلتي لشي مطايفه وهربتي؟ مطايفه وهربت لا ما كنطايفش اخويا انا باش نقول لك ما كنطايفش بيس مع كل شيء اخويا كنطايف. صاحبتك في كلمه جوتان. باغي تخوي؟ كنفكر ان شاء الله قريب. علاش كتحقد على البلاد؟ اش نقول لك اخويا ما كاينش شي واحد كيحقد على البلاد ما بغينا نشوفوها في احسن صوره. كنا مغاربه وكنا كنموتوا على المغرب ولكن بغينا يزيد لقدام. وعلاش باغي تخوي الا كتبغي البلاد؟ لا ما باغيش نحرق اخويا. باغي نخوي كنبغي ولكن باغي نشوفها مزيان حتى مازال ما مزياناش ما باغيش نبقى فيها اخويا. شنو اللي خلاك تشارك بصراحه؟ عجبني الكونسيبت زويون اللي كتقول فيه الصراحه اللي كاينه ما تكذبش ما حد كتزيد تكلمنا وتقول والله كنقول الحقيقه راه والله كتقول الحقيقه. بصراحه بشي كلمه مزيانه. نقول لك يتوب عليكم اخويا الله يكمل لكم كل شيء بخير بصراحه والله ما كذبت عليك بالله.